ولازم برضو مشاهدينا الكرام نتوجه بقى للحاجات اللي المفروض انها تبقى تعود بالخير علينا. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بقى لنا فترة طويلة جدا بنتكلم عنها، عودة السياحة إلى مصر مرة أخرى، وطبعا عودة السياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى. خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة العشرين، كان من ضمن الأخبار إن كان في حديث بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلال هذا الحديث تطرق الأمر لإن السياحة تعود مرة أخرى إلى مصر، السياحة الروسية تحديدا. والخبر اللي معانا دلوقتي هو عن وفد أمني روسي في القاهرة تمهيدا عودة السياح و8000 سائح استقبلته مطروح خلال هذا الموسم. معنا أستاذ سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير يا أستاذ سامي. أنا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. شايف الأوضاع إيه؟ يعني ما بنتكلم على إن دلوقتي في وفود أمنية كثيرة بتشوف الأوضاع، وفي نفس الوقت 8000 سائح تستقبله محافظة مطروح، تعليقك على هذا الأمر. والله السياحة الروسية زي ما تعلم حضرتك مهمة جدا بالنسبة لمصر، فروسيا تعتبر الدولة الأولى المصدرة للسياحة لمصر لغاية حادث سقوط الطائرة الروسية، كان جانا حوالي 3 مليون سائح. بعد حادث سقوط الطائرة حصل انخفاض حاد في الحركة من روسيا بلغت أكثر من 95%. كان الروس طلبوا بعض اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية في بعض المطارات المصرية، وكان أهمها مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ ومطار الغردقة. وبالقطع المطارات المصرية في الوقت الراهن بتعتبر من أفضل المطارات على مستوى العالم من حيث الاستعدادات الأمنية، فهم جايين يشوفوا مثل هذه الإجراءات الأمنية. أنا بأمل أن الفريق يكون تقريره إيجابي إذانا ببدء عودة حركة السياحة الروسية مرة أخرى إلى الغردقة وشرم الشيخ في ظل العلاقة الوطيدة والكبيرة التي تربط مصر بروسيا. طيب أستاذ سامي، دي الأمال والطموحات الإيجابية. نعم أستاذ سامي، دي الأمال والطموحات، لكن خلينا نتكلم على المؤشرات المبدئية اللي موجودة. شايف أن المؤشرات المتواجدة حاليا تقول أن السياحة بإذن الله يعني قربت ترجع تاني ولا إيه؟ والله أنا بقول في بوادر أمل كبيرة اعتبارا من أكتوبر 2016. 2017 هتبقى أفضل، لكن السياحة مش هتسترد عافيتها بشكل جيد جدا قبل عام 2018. خلينا نتكلم بمنطقة واقعية، حتى السياحة الروسية عندما تقوم السلطات الروسية برفع الحظر على السفر لمصر لن تعود بقوتها كما كانت قبل حدث سقوط الطائرة الروسية، لكن بس على الأقل بنسير على الطريق الصحيح. ألو؟ ما انا بقول لحضرتك بس على الاقل احنا دلوقتي بنسير على الطريق الصحيح. بالتاكيد بالتاكيد، وفي بوادر ايجابيه وفي بوادر امل لعوده السياحه من روسيا تحرف الحظر، من انجلترا لشرم الشيخ في سياحه الالمانيه جيده، في سياحه من بولندا ومن اوكرانيا بصوره جيده جدا، من الصين بيزداد الاعداد بصوره جيده، فاذا نحن على الطريق الصحيح والسليم، ونامل ان شاء الله في عوده قريبه للسياحه لمعدلاتها الطبيعيه. طيب تعليق حضرتك على ان خلال الموسم ده محافظه مطروح استقبلت 8000 سائح من جنسيات مختلفه. حضرتك السياحه الاساسيه في العالم هي سياحه في خلال فصل الصيف، واحنا عندنا الساحل الشمالي ومرسى مطروح يعتبر من افضل المنتجعات على ساحل البحر الابيض المتوسط، ولكن لم يتم حتى الان استغلاله بالشكل الامثل. هذه المنطقه يجب ان تاخذ جزء كبير من الدعايه والترويج والبنيه الاساسيه، وان يقام فيها العديد من الفنادق، ويتم استخدام القرى السياحيه اللي موجوده بشكل فندقي. انا اعتقد لو احنا عملنا هذه التجارب بالاضافه لبعض مراكز الترفيه او الانترتينمنت، احنا ممكن نخش باعداد ضخمه جدا في منطقه الساحل الشمالي، لان 70% من حركه السياحه العالميه بتتم خلال فتره الصيف، ودي تعتبر افضل مناخ في هذه المنطقه. نعم. عموما استاذ سامي محمود رئيس هيئه تنشيط السياحه، شكرا جزيلا لحضرتك.